تساؤلات واستفهامات عديدة حول هوية الشخصية التي ستوكل إليها مهمة إطلاق الحوار وجلسات التشاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية. الطبقة السياسية وإن اختلفت في ميكانيزمات وآليات الحوار فقد تباينت نظرتها إلى الاقتراحات الخاصة بالشخصية التوافقية التي من شأنها إطلاق الحوار، وأسماء عدة طرحت لعل أبرزها بن يلس، بن بيتور، طالب الإبراهيمي، حمروش، وسيد أحمد غزالي. طرحنا اسم بن يلس، حمروش، محمد صالح دنبري، سيفي، بن عبو، بن بيتور عبد الكريم، اسم سيد أحمد غزالي. السلطة ستعمد إلى تعيين شخصيات لم تكن في واجهة النظام من قبل ولم تعرف بفساد بما في ذلك، أحمد طالب الإبراهيمي، الرئيس اليمين زروال، مولود حمروش، بن بيتور إلى آخره إلى آخره. فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب والنقابات لم تقترح شخصيات ولم تحسم بعد موقفها من الحوار رغم الضمانات التي يقدمها بن صالح على عدم تدخل السلطة لا من قريب ولا من بعيد. الحوار الذي دعا إليه بن صالح أمر ليس غامضا ولا يمكن البث فيه أو إقرار أمر ما قبل أن نعرف طريق هذا الحوار، من هي الشخصيات التي تحدث عنها. هذه كلها استفهامات ننتظر الإجابة عليها في الأيام القادمة، ثم بعد ذلك يكون قرار المجتمع المدني من مختلف الفعاليات. وليست لدينا معلومات عن أسماء أو ما شابه ذلك. نحن حزب سياسي جدي نقترح، ندعم، نحاول إيجاد الحلول والخطط للخروج من الأزمة، نحاول إيجاد الحلول من أجل أن تخرج بلدنا من الأزمة، ولكن في اقتراحاتنا قلنا مجموعة من المواصفات، نحن لا نستطيع إعطاء أسماء. وسياسيون يرجحون أن ينطلق الحوار خلال بضعة أسابيع كون الانتخابات الرئاسية لن تتجاوز نهاية العام. أرى بأن الانتخابات يجب أن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال نهاية السنة، وإلا سوف ندخل في حالة من الأزمة الحقيقية والعميقة. حالة استدعاء الهيئة الناخبة يستمر 3 أشهر، الحوار يستمر 3 أشهر، الإجراءات القانونية لترسيم اللجنة قانونيا أو السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات تستمر 2 أو 3 أسابيع، لذلك نرى بأنه يجب أن لا يطول الحال حتى يكون نسبة 7 أشهر المتبقية كافية لإدارة هذه العملية، ونتوقع أنها تنطلق قريبا. أسماء كثيرة تداولت في الساحة، لكن من سيكون في واجهة إدارة حوار يعول عليه كثيرا لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها البلاد؟ وهل ستحمل الأيام المقبلة مفاجآت؟